Heeft de eigenaar gehandeld en nog eens 5 talenten winst gemaakt. Nummer 3, de 5 boeken. Ook werd die wet genoemd en ze zijn door Mozes geschreven. Hierin kon verlossing niet aan de mensen geschonken worden, maar het vond plaats na de komst van Jezus. Omdat het wonder verwijst naar de Eucharistie, de wonder van zegening van 5 broden en 2 vissen, verwijst naar de Eucharistie, naar het brood en wijn, naar de Odes. Wordt het offer tijdens de offertorium gekozen uit 5 broden, 5 urbana. De vissen zijn een symbool voor de Heer Jezus. Thank you.
الخيرية النهاردة كانت عبارة عن أنشطة لمجموعات من شعب الكنيسة عملوا فيها عرض لمنتجاتهم وللمنتجات المصرية والشرقية اللي قدموها النهاردة، ودي عبارة عن أنشطة بيقوموا بيها هذه المجموعات، والإيراد بتاع السوق الخيرية في الآخر بيتوجه لتدعيم أحد مشروعات الكنيسة. والكنيسة هنا الحقيقة مشغولة اليومين دول بأنها بتجهز المبنى عشان ياخد شكل الهندسة القبطية الجميلة، وبيبنوا الهيكل، بيبنوا خرس الشمامسة، حامل الأيقونات، بينظموا، بيعيدوا تنظيم صحن الكنيسة، وهكذا بيقوموا بمجهود كبير جدا. والشعب كله اتجمع، وجت ناس كتيرة من أماكن مختلفة، وكان الاحتفال فيه روح طيبة وفيه محبة وفيه حماس وفيه غيرة. ودايما كده من سنة لسنة نحتفل بهذا المعرض الجميل اللي بيعبر عن أنشطة شعب الكنيسة. وكل عام وانتوا طيبين. طبعا احنا بنشكر ربنا خالص على احتفالنا السنة دي بالمعرض الأول لكنيسة العذراء والبابا كرولوس. طبعا هو من محبة الناس والخدام والخادمات اللي بيشتغلوا معانا وبيخدموا معانا في الكنيسة، بيرتبوا هذا المعرض السنوي كل عام لتوجيه بعض الدخل اللي بيدخل من هذا المعرض لأعمال التعمير اللي احنا بنقوم بها في الكنيسة. ونشكر ربنا طبعا ان في خلال السنة دي حسنا بعمل ربنا بشفاعة العذراء والبابا كرولوس معانا في كل ما نقوم به من خدمات في الكنيسة، رغم انه سنة على الكنيسة مرت، لكن حصل حاجات كتير جدا، منها انتظام الخدمة بالنسبة لأطفالنا الصغيرين في الابتدائي، انتظام الخدمة في مرحلة الثانوي، وعمل تعمير جميل في الكنيسة من لتحويلها ككنيسة قبطية على النظام القبطي الجميل اللي احنا بنتمتع به، بوجود حجاب للهيكل في الكنيسة، وعمل بعض الترميمات اللي كانت محتاجاها الكنيسة بعد ما احنا يعني اشتريناها من الكنيسة الكاثوليكية. احب اقول لقدس ابونا كرولوس كل سنة هو طيب. العيد الاول لكنيستنا كنيسة العذراء والبابا كرولوس في العيد شندام، عدى سنة على الكنيسة واحنا متمتعين برعايته وقبوته. منشكر كمان نيافة الأنبا أرساني، شرفنا النهاردة بوجوده في الكنيسة، فرحة كبيرة جدا لشعب الكنيسة هنا في الكنيسة العذراء ولاية شندام والبابا كرولوس. والنهاردة كمان عندنا المعرض لأول سنة بنقدمه. طبعا بنتمنى ان الكل يكون مبسوط معانا النهاردة، فرحة كبيرة قوي للكنيسة. المعرض طبعا جمع شعب الكنيسة كله في محبة، كنا كلنا متواجدين من امبارح في محبة قوية. احب اقول كل سنة واحنا كلنا طيبين، ودي اول سنة لكنيسة البابا كرولوس الست العذراء، وكنيسة من يومها وهي جميلة، و ببركة صلوات سيدنا والأنبا أرساني. وإحنا فرحانين قوي بالخدمة هنا، لأن بتخدم الشباب هنا كتير قوي كلهم بالهولندي بصراحة، وأنا مبسوط لأن هي برضو في ناس كتير ما كانتش بتروح الكنيسة دلوقتي موجودة في قلب الكنيسة، والشباب كله دلوقتي عندهم خدمة، عندهم محبة لبيت ربنا. انا فرحان كتير قوي بكنيسة البابا كرولوس، لان هي بتخدم الجيل الجديد، بتخدم الشباب، بتخدم اولادنا. احنا فرحانين قوي لنيافة الأنبا أرساني شرفنا النهاردة، واحنا فرحانين قوي للناس من كنائس تانية شرفونا النهاردة، والمعرض كان حلو والقداس كان حلو وكان مليان. يعني بنشكر كل الناس اللي جوا النهاردة وسافروا لغاية هنا من 200 كيلو 100 كيلو، يعني مسافات كتيرة. بنشكر كل الناس اللي جوا، وبنشكر نيافة الأنبا أرساني وأبونا كرولوس على تعبه اللي هو بذل بيه السنة دي، وإن شاء الله الكنيسة نستمتع بيها.